شيء ياخذني من هذا المكان. بابا ماما تعوا تعوا. يا ماما تعوا ساعدوني. بابا أنا بحبك بابا. كيف بدي أقول لهذا الطفل المزعج أني ماني أبوه؟ بس شكلي مثل أبوه. أنا خفت كثير من هذاك الرجال، منيح اللي أجيت وأخذتني. ما بدي ضل هون، لو سمحت خذني على البيت فورا. واقف عندك، وقف ولا حركة، لا تتحرك. تركنا، ليش هيك عملت؟ يلا تعال فقط. تعال ماما. يلا ضلوا صرخوا صرخوا، قولوا بوني اشتواري عم يعذبنا عم يقتلنا. شو زوجك وحبيبك مو جاي لينقذك ولا شو ناطر هلا؟ وهي استخدمتي هالادوات المنزليه لحتى تطربي بوني اشتواري وتنتقمي منه، بس هلا بفرجيكي كيف بيكون الواحد سيء ووحش ومحتال. ماشي فيكن تبلشوا، مو بعدكن لتقتلونا؟ ليش واقفين لكان؟ أوصوا أوصوا، شو عم تستنوا؟ كلكن عم تشتغلوا شغل كتير متعب، ومعلمكن بونيش نفذ عملية احتيال بالملايين، هو عم ينبسط بحياته حتى أنتم مو مفكر فيكن ومو كتير عم يعطيكن، بس إذا عرفتوا تشتغلوا منيح مثله فيكن أنتم كمان تعيشوا حياة مرفهة مثله، وفيكن تكونوا رؤساء أفضل منه. خلص انسوا انسوا، آسف لا تتكن فيكن تعملوا اللي انطلب منكن. أوصوا يلا اشتغلوا شغلكن. شو بعتقد وقعوا بالفخ وبلشوا يفكروا بالموضوع. رح تعطونا مصاري؟ معلوم منعطيك أكيد، أنا رح أعطيك أكتر. ها؟ انتظر ابني. ماشي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.